قصتنا الثانية ما رح تكون بعيدة عن المخيمات. اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان المعروف بأبو فلة طلع من حبسه الانفرادي بعد ما جمع أكثر من 11 مليون دولار لمساعدة اللاجئين حول العالم. خروج أبو فلة من الغرفة الزجاجية كان بيشبه المنتصرين بعد 12 يوم من وجوده بالغرفة الزجاجية اللي حبس حاله فيها. خلونا نشوف الفيديو سوا. لحظة اقتراب أبو فلة من مبلغ 10 مليون دولار تبرع الهلال الأحمر الإماراتي بمبلغ أكثر من 4 مليون درهم إماراتي، وهيك تجاوزت قيمة التبرعات لل 11 مليون دولار. خلينا نشوف شو قال مندوب الهلال الأحمر الإماراتي. هيئة الهلال الأحمر تتبرع بمليون و100 ألف دولار لصالح الحملة ولسداد جميع المبلغ، وإن شاء الله المبلغ هذا راح يكفي وأكثر. ونشكر جميع المحسنين والمتبرعين القائمين على هذا العمل الإنساني الخير في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. أبو فلة تفاعل مع التعليقات الكثيرة اللي إجت على فيديو وصوله لمبلغ 10 مليون دولار اللي نشرته قناة أوريانت، وقال آمن يقيناً، لا مستحيل، لا مستحيلة بالأمل، أنتم أبطال 10 مليون. من التعليقات اللي إجت على هذا الموضوع تعليق بيقول إن شاء الله تقع هاي الأموال بأيدي أمينة عشان توصل وتكون الفرحة دخلت على قلوب المنكوبين وشتاء دافئ فعلاً. وبوركت جهود أبو فلة لتذكير الناس باللاجئين، وإن شاء الله بيكون تذكير لزعماء العرب بالمحتاجين لرعايتهم. عبد الحميد الزين قال جزاكم الله خيراً على هذا العمل الإنساني، ولكن نتمنى أن تصل هذه التبرعات إلى المحتاجين والأرامل والأيتام وأهل الخيام وما تروح لشعيط ومعيط وأهل المحسوبيات. تعليق من قيس بيقول يا أهلي وناسي، لا عاد حدا يتبرع بشي، يعني 80% عم تروح لنظام و20% عم تتوزع على أصحاب المؤسسات والشعب له الله. تعليق من أبو جاد بيقول شكراً من القلب أبو فلة، والله إحنا كسوريين أقسم بالله فرحنا كثير، وربي يكثر من أمثالك وإن شاء الله بميزان حسناتك وإن شاء الله القادم أفضل، وجزاك الله كل خير يا طيب، عند الله ما بيضيع تعب، مبلغ مو سهل، ومنشكر كل مين ساهم وتبرع، شكراً لكم من القلب. تحيات لأبو فلة. عبد الرحمن بيقول اللهم اجعل لنا نصيبا من العمل الخير، انا في لبنان لنشوف ذبحنا البرد والمازوت غالي، حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق اخر بيقول رح ينسرق كله وما رح يوصل للمهجرين، بكره الاخوه بدهم 40% من المعبر، والشباب الطيبه بالمنظمات بتسرق 40% ثانيات، ومدراء المخيمات حاطين كل واحد شيء 20 اسم وهمي، يعني بيوصلنا الاكياس الفاضيه.